استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي سفير جمهوريه قبرص سعاده الدكتور اندرياس اليديس بمناسبه تعيينه في منصبه الجديد. ورحب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بسفير جمهوريه قبرص المعتمد لدى مملكه البحرين مشيدا بالعلاقات الاخويه التي تجمع بين مملكه البحرين وجمهوريه قبرص الصديقه وما تشهده من تطور في مختلف المجالات والاصعده. مؤكدا سموه على العلاقات الطيبه بين البلدين والتعاون المستمر والمثمر بينهما بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين